بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. إن شاء الله النهاردة في هذا الفيديو نقول لكم ما هو الحيوان الوحيد الذي لم يركب سفينة نوح عليه السلام. طبعا ما تنسيش قبل بداية هذا الفيديو أن تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنسيش أن تشترك في هذه القناة وتضغط زر اللايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وغريب في هذه القناة، ولا تنسى أن تكتب لنا تعليقات جميلة وتشجعنا في هذه القناة. زي ما شايفين النهاردة موجودين في هذه الطبيعة، وهنقول لكم ما هو الحيوان الذي لم يركب سفينة نوح عليه السلام. يلا بينا نبدأ الفيديو عشان ما نطولش عليكم. وطبعا هو السمك، السمك الذي لم يركب سفينة نوح عليه السلام، والإجابة زي ما قلت لكم هي السمك. ولو بس كده، لو استفدت بأي معلومة اضغط زر اللايك، ولو عايزين نكمل في الفيديوهات دي أو في السلسلة دي اكتبوا لي في التعليقات. وهنا تكون نهاية هذا الفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.